البنات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة وشيوة جديدة. نتمنى تكونوا على خير وبخير. شيوة اليوم راه باينة ليكم، دونك البيتزا. ما غاديش نطول عليكم، دوز نعطيكم نيشان المقادير. دونك انا اليوم غادي ندير 3 ديال العمارات. دونك غادي ندير كيلو لارب ديال الطحين، درت نص كيلو ديال الفورس، وربعة ديال سبيسيال. غادي ندير معهم كاس ديال حليب غبرة، غادي نزيد عليه كاس ديال الزيت، زيت البلدية. غادي ناخذ شويه ديال لو تان اللي هو زعتر، غادي نحكو شويه في يدي باش يتغردوا داك العويدات اللي فيه وما يضيعش لي العجينه ملي نكون كنطلقها. غادي ندير معاهم معلقه ديال الملحه، دونك الملحه على ذوقو، على حسب الذوق ديال كل وحده فينا. غادي ندير معاهم جوج معالق ديال السنيده، معلق صغار بطبيعه الحال، معلقه ديال لا موتارد، والماء دافي باش غادي نجمع العجينه ديالي. سمحوا لي نسيت الخميره، دونك غادي ندير 10 غرام ديال الخميره، دونك غير شويه ماشي بزاف، وغادي ندوزها تعجن. المهم العجينه ديالي خاصها تكون مرخوفه، بعد ما تعجنات كتكون على هذا الشكل هذا رطبه. غادي ندير شويه ديال الزيت في يدي، غادي نجمعها. انا غادي نخليها تخمر جوج ديال الخطرات. الخطره الاولى هي هذه، دونك غادي نشكل كره، نجمعها مزيان بيدي، نشكلها كره ونحطها ترتاح في العجانه ديالي. ما غاديش نوسخ شي حاجه واحده اخرى. غير قبل ما نخليها تخمر نرشها شويه بالزيت باش ما دير ليهاش القشره على وجهها، حتى لا كروت ما تسيبش الوجه ديال العجينه ديالي. وندير ليها شي ان تورشون بروبر ونحطها تخمر على خاطرها. من بعد الوقت اللي هي كتخمر انا غادي ندوز نوجد العمارات. دونك عندي جوج بصيلات صغار ولا وحده موين ولا كبيره، المهم على حساب الحجم ديال البيتزا اللي غديروا. جوج ديال الفلفلات، انا خديت وحده خضراء وحده حمراء، نقطعهم على الطريقه. البصله قطعتها بنفس الطريقه، انا كنحاول نختصر في لا فيديو باش ما تجيكمش طويله بزاف. دونك غنشحر الخضره ديالي، كسرت البصله ديجا شحرتها، دونك انا غير الفلفله. غادي ندير معها شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. اي حاجه غادي نقليها دو توت فاسون نفس الطريقه، ديما الملحه والبزار. غادي ندير وحده بالخضره، دونك اختاريت ندير القرعه خضراء، كتعجبني الذوق ديالها مقليه سمحوا لي. دونك قطعتها شرائح طويله، قسمتهم على جوج، درتهم يتشحروا كي كتشوفوا في لا فيديو، مع شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ونخليوها تقلى مزيان. بحال غادي ناكلوها غير مقليه، كتجي على هذا الشكل هذا. دونك فوالا، ملي شحرت الخضره ديالي رجعت نطلع العجينه، لقيتها خمرات. دونك غادي نخويها من الريح اللي فيها، من داك النفس، نبركو عليها مزيان نعاود بحال نعاودو نخدموها. هي ما غاديش نعاودو نخدموها، نحاولو غير نفسوها ونفرقوها. على انا غادي ندير ثلاثه كي قلت لكم، ثلاثه كبار. دونك فوالا، نقسم العجينه ديالي على ثلاثه، كنحاول نديرها نشكلها على شكل كرات باش تجيني سهله من بعد في الخدمه ديالها. فوالا، ملي غادي نسالي عاوتاني غادي ندهن بشويه ديال الزيت باش نخلي، ملي غادي نخليها ترتاح ما تنشفش الوجه ديالها. دونك غادي نغطيها ببابي افيك دي شلوفان، هذه الميكا ديال المطبخ. فوالا، على ما ساليت التوجد وحطيت كلشي قدام الكاميرا، كانت العجينه ديالي رجعت تخمرات حال سخون، دونك دغيا كتخمر. دونك فوالا، هانتوما كتشوفوا قدامكم كلشي. البيتزا ديالي غادي ندير وحده بالصومون، وحده بالتون، وحده بالخضره. دونك الخضره انا درت القرعه، عندي ديجا البصله كي قلت لكم انا ديجا شحرتها مقطعه شرائح رقيقه، مع شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. ملي كنت كنشحرها درتهم معها نيشان. غادي نديرها فيهم بثلاثه، دونك داكشي علاش درت قلت لكم وحده تكون بصلاتكم كبيره ولا جوج صغارات. الفلفله المهم راه كشتو كي قليتها، والقرعه حتى هي. دونك فوالا، غادي شنو عندي اخر؟ عندي الطون قلتو، الزيتون مقطع، عندي الزيتون كحل باش ندير غير لا ديكوراسيون، وعندي الكبار ولا لو كابر، ما عرفتش واش عنده شي سميه وحده اخرى. المهم الكبار معروف بالكبار، عند واحد الذوق بحال الكورنيشون، شويه حامض، مي عند واحد البنه خاصه. عندي الزيت مع اوراق سيدنا موسى، عندي شويه ديال الفروماج بالاعشاب المنسمه بحال جبلي، اي مهم بحال جبلي، وزدت مع شويه ديال لاكريم فريش باش يتطلق.
عندي لاصوص طوماط ملحة بزار و اعشاب منسمة عاوتاني عندي الفرماج دونك عندي موتزاريلا وعندي الفرماج ديال البيتزا فوالا دونك غادي ندوزو نوجدو اول بيتزا باش ما نطولش عليكم بزاف نبداو الخدمه ديال البيتزا ديالنا الاولى مال البنات انا ما غاديش نكذب عليكم انا ما كنعرفش نديرها بيدي بوحد زعما نطلقها بيدي هكا ونهزها ونحطها في اللاطة دونك شنو كندير كنطلقها بدلك باش نطلقها مزيان كنحاول نشكل دائره دونك بحال هكا وكنديرها فوق ورق المطبخ فوق ورق الطبخ بابي سلفيغيزي كنديرها هكا باش ملي كنحس بها صافي على قياس الطاوه ديالي ديال الفران غير كنحطها كنجرها كنحطها نيشان فوق الطاوه وكنخشيها في الفرن وكنكمل الخدمه ديالي هانتوما تفاصيل غادي تشوفوا طريقه الخدمه ديالي دونك اللي بحالي ما كتعرفش تهز عجينه ملي كتكون كبيره كتضيعها دير هذه الطريقه هذه على ورق المطبخ ولا ما عرفتش كي يقولوا ليه بابي سلفيغيزي وها تشوف الطريقه كي كندير انا كنغشي نيشان لاطا تحسب البابي ما كتخسرش ليا العجينه ديالي دونك فوالا كنحاول نكمل الدائره ديالي بصباعي وملي ملي كنعجنها مزيان فوالا نخشيت اللاطا ديالي تحت الورقه وكنكمل نثبت مزيان الجناب نقدروا نبركو مزيان على العجينه راه فيها الخميره كترجع تنفخ واحد شويه دونك غير رقوا ما تخافوش حتى ما تجي رقيقه بزاف راه كتجي هي هذيك ما رقيقاش وما غليظاش دونك فوالا ملي سرحت العجينه ديالي غادي ندهنها بشويه ديال الفرماج قلت لكم فرماج جبلي مخلط مع شويه ديال بحال جبلي ومخلط مع شويه ديال لا كريم فريش باش كيجي ساهل في التسريح ديالو هنا نزيد واحد شويه لاصوص طوماط قياس 4 المعالق هكاك ولا غير 3 المهم على حساب الطاوه ديالكم قداش وعلى حساب البيتزا ديالكم قداش المهم عندكم ميزانكم البنات المهم هو انك دير مطيشه مع ورا الفرماج ورا الفرماج بالاعشاب المنسمه ولا كريم فريش الا ما كانش فرماج عندكم لا كريم فريش هي كتجي زوينه باش كتهرس داك الحموضه ديال مطيشه كتجي البيتزا خفيفه ما كتجيش حامضه ما كتجيش قاصحه دونك الا ما كانش الفرماج بالاعشاب المنسمه ديروا غير لا كريم فريش فوالا غادي ندير البصله نحاولوا نديروها على البيتزا كامله الفلفله خضراء وحمراء حتى هي كنديروها بنفس الطريقه كنحاولوا نوزعوها على البيتزا ديالنا كامله سومون فومي اللي ما عندوش سومون فومي بغى يبدلو بشاركوتري لا دان فومي ولا شي حاجه واحده اخرى المهم شاركوتري كامله يقدر بنفس الطريقه واخا انا بشاركوتري كيعجبني نخلي الخضره خضراء وهذا ذوق ديالي الخاص مي معليش اللي ما عندوش سومون يقدر يديرها بشاركوتري aussi دونك فوالا كندير الزيتون مقطع غادي نزيد حبيبات ديال الكبار غير هو ملي نكونو كنحطو الكبار ردو بالنا باش ما يجيوش الحبات جوج مثلا في نفس البلاصه لحقاش عنده واحد الذوق شويه خاص وشويه مجهد كذلك دونك من الاحسن نفرقوا الحبات ديال الكبار غادي ندير الموتزاريلا وغادي نكمل بالفرماج محكوك عادي انا خويت الساشي الاول
دونك غادي نزين بالزيتون كحل. انا زيتون كحل ما كانش عندي بالعظم، دونك كنت اوبليجي نقسمو على جوج، مي قد ما كان الا كان عندنا بالعظم يكون حسن، كيجي عطين منظر حسن. المهم انا درت بهذا الشيء اللي عندي، وانتم الا عندكم بالعظم يكون افضل. فوالا انا غادي نكمل غادي ندير عليها رشه ديال الاعشاب المنسمه. قلت لكم الاعشاب المنسمه فيها، بلاش نكمل بعدا المقادير، الزيت بلديه مع ورق سيدنا موسى. هذه البنات تقدروا ديروها في الدار، كتصلح بزاف بحال هكا، كتنسم بها اي حاجه، لي بات ملي كتكونوا كديروا لي بات، الواحد يديروه مع الكفته. المهم صالحه بزاف وسهله، ورق سيدنا موسى ما غاليينش، والزيت كتولي عندها بنه خاصه. دونك درت رشه ديال الملحه، رشه ديال الابزار، وهكا نكون ساليت. دونك ندخلها، نزال ندخلها في الفران. دونك الثانيه غادي نديرها بنفس الطريقه. دونك قلت لكم الاعشاب المنسمه فيها ازير، فيها الزعتر، فيها الحبق، وفيها واحد جوج ديال العشبات، انا ما عرفتش واش كيقولوا لهم بالعربيه. غادي نقلب عليهم ونحاول نخليهم لكم في صندوق الوصف منين حط الفيديو ديالي. فوالا نفس الطريقه، دونك مطيشه الفرماج ابخي مطيشه. من بعد غادي نزيدو البصله. دونك هذه الثانيه غادي نديرها بالطون، في كو بديت كنصور شويه زعما كناخذ وقتي باش نصاوب البيتزات، خرجتهم قبيله. دونك خاصني بديت بالحوت، بديت بالصومون هو الاول لحقاش خرجته من الثلاجه، خاصو يا اما الثلاجه يا اما الفران. ودابا النوبه ديال الطون، واخا ما كانش في الثلاجه، كان في كونسيرف، ما كيدارش في الثلاجه ولكن غير كيتحل الا ما طيبناش دغيا، ولا الا ما كليناش دغيا ما كيبقاش مزيان الذوق ديالو، دغيا كيتبدل. دونك غادي ندير الثانيه ديال الطون ونخلي الخضره هي الاخرى، حتى حاجه ما كتضيع فيها. دونك بنفس الطريقه غادي نكمل بالزيتون. موتزاريلا، كبار، دونك بنفس الطريقه نكمل الفرماج، الزيتون ديال زيتون كحل، زيت بلديه، ملحه، ابزار، والاعشاب المنسمه بطبيعه الحال ما نساهمش. دونك فوالا تاني هي واجده، دونك غادي نديها الفران. بالنسبه للثالثه والاخرى كي كيقولوا تالي رزقو عالي، غادي نديرو فيها البقايا ديال الخضره ديالنا، دونك البصله، الفلفله، مع القرعه. غير هو نحاولوا نديروا شويه ديال البصله، شويه ديال الفلفله، القرعه، وعاد نكملوا نعاودوا نكملوا داكشي اللي بقى لينا ديال الخضره. بيت فاصون راه باين في لا فيديو، ما درتش كلشي دقه واحده ديال البصله، ما درتش كلشي دقه واحده ديال الفلفله، كندير شويه شويه، وحتى غادي ندير القرعه، وعاد غادي نكمل داكشي اللي بقى ليا.
البنات اللي كيكونوا غادي يكونوا كيتسائلوا على العجينه واش كطيب كي كطيب، غادي نقول لكم ملي ديروها في الفران، انتم الفران غادي يكون خاصو يكون مسخن على نقولوا 180 درجه، اللي ما عندوش ديال الضوء غير ديال الغاز فران سخنوا بحال غادي يطيبوا الخبز، وملي تدخلوا البيتزا ديالكم غادي تطفيو من الفوق غتخليو غير من التحت وغتنقصوا ليها العافيه وغتخليوها تطيب على خاطرها، وهي ملي غادي تطيب من التحت غادي تكون من الفوق تقريبا راها طايبه، زيدوا شعلوا عليها غير شويه داك الفرماج يذوب ويبدا يتحمر شويه، صافي غير يبدا يتحمر يبدا يبان لكم اللون ديالو بدا كيتبدل داك الفرماج، صافي سا فيدير راها طابت حتى من الفوق، وديك الساعه تقدروا تخرجوها و فوالا البيتزا ديالنا ملي طابو كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى نكون ما طولتش عليكم واخا الفيديو اليوم كان شويه طويله، سافالي الكوكي كيقولوا دونك فوالا ملي خرجتو من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين العجينه كتجي لذيذه العمارات كيجيو زوينين، دا كنشكر فراسي دابا مي جربوهم جربوهم البنات، واللي عندها شي رمارك ولا شي حاجه تخليها ليا في لي كومونتير انا كنقراهم. دونك فوالا بقى لي غير نقول لكم شكرا على المتابعه وعلى التشجيعات، وكنتمنى ان الحلقه اليوم تكون عجبتكم، وإلى الحلقة المقبلة وشيما المقبلة إن شاء الله.